السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء وصديقات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شحال هذه البنات، شحال هذه أخوتي وخواتاتي، ما درنا ما درت لكم شي فيديو من الدار من عندي. وكتشوفوا ربي الحمد لله راه نعم علينا بواحد الحاجة اللي زينة بصراحة. عاد الثلج عزيز عليا سبحان الله، كيما راكم تشوفوا راه من الصباح هو كيطيح. واخا هكاك ما كاينش عندنا البرد، يعني بصراحه راه الحال سخون. واخا الثلج كيطيح ماشي شي برد اللي بصراحه كالعاده، مي الحمد لله. راكم تشوفوا الوليدات يلعبوا، راه مازال يطيح الثلج، مازال كيطيح. الا كيبان لكم كيف كتشوفوا راه كيدوز شي حاجه كتبان كدوز هكا، هذا هو الثلج كيطيح. بعد ما كيكون الاجواء كلها خضراء راكم كتشوفوا اليوم الدنيا كلها بيضاء بالثلج. راه خدام راه كيطيح، راه كاع داك الديور اللي كيبانو بويض هذا كلشي تلج. الوليدات هذيا النزهة ديالهم، صراحة الجو ديال التلج زوين، ولكن ملي كيبدا يمشي هنا اللي كيولي الفرقلة، كيولي الأرض كتجلس، يعني كيولي الواحد إلا طاح أبا. كما تشوفوا الوليدات كيلعبوا، ما كاين حتى زعما ما كاين حتى شي لباس لابسين اللي هو يا مشهد، يعني شي لباس اللي هو زعما ديال الثلج راهم لابسين خفيف بحكم الثلج هذا كيطيح سبحان الله. يعني ما كاينش شي برد اللي حنا كنعرفوا لما كيكون الثلج كيطيح كيكون الجو بارد، ممكن الجو مزيان. عرفتش نهار غدا يقدر يكون ما بقاش كاع كيبان شي بلاصه اللي هي يا فيها شجر ولا فيها الخضوريه. ايوا كنتمنى هاد الفيديو الصغير يعجبكم، خمسة وخمس علينا وعليكم. هادشي اللي كاين الاصدقاء والصديقات، ناس زوينين.
اختي فاطمه، انا بغيت نقول لك من هنا، نقول لك مرحبا بك، جيت مرحبا بك جيت تلعبين معنا في الثلج، والبنات كاع ان شاء الله، اخت مريم، الاخت خديجه، نرحب بكم كاع، نقول لكم نتمنى ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله يا ربي يرفع علينا ربي الوباء ونشوفوا اقرب وقت ان شاء الله، علاش لا، ونخليكم في فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء. راني نبغيكم، كملوا من عندكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، خليكم تستمتعوا بهذا الجو الزين. بصراحه انا ما خرجتش حتى الغدا ان شاء الله، نزيد لكم فيديو اخر بعيد على الدار شويه. السلام عليكم، باي باي.